حن يا ليام حن يا ليام حن علي روفي بينا راهو اللي فينا مكفينا حن يا ليام خلصنا ويفك وحلنا الله أملنا يخلصنا ويفك وحلنا الموج العالي ينشلنا الموج الهادر ينشلنا قادر سبحانه ينجينا حن يا ليام في اللي ضيعنا وظلمنا ويبان عشمنا في اللي ضيعنا وظلمنا يعلم الغيب ارحمنا تعلم بالحال ارحمنا من غيرك قادر يعطينا حن يا ليام ريت يا مسعود اللحن عطبك على خشمك منها جايبة سودة نودة أول حاجة له جريب تلات ساعات ولا طاب وزيد زيت شحم تزبيحة سودة نودة المهم قل الصالحة لازم تأكل الدجاج ولك أخذتنا على الدجاج أرحم من هالمولى اللي تأكل فيها جبت الجزوزة أنا راح بظلاش بيها هاتشوف صحيح صار كويس مفيد ها مفيد لكن اللحم هذا أطبق على خاص ما كنا زي بس هذا نودع كوب يعني هذا طيب ثلاث طلبات ثلاث طبخات ما صارش من اللحم خلاص الرز كويس ريت الرز باه كل الزكاة ونعم نعم 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 خلك زعلان بختي عطيب صب لنا الشاي بختك عطيب مرياتك المكسرات اللي كي وجهك الله غالب علي شنو بندي مشيت الفندق الخضراء خلنا تفتفت اليوم بالقلع شوي عرب كملنا دجاج 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 شوي قلت يا راجل ديما دجاج عادي خذ لك يا مسعود حولي لي زمان عليك عبد الحول نعم جيت الفندق سلام عليكم عطينا كيلو لحم وطن بحطبك عليه شروة تم تتعيد هذا لحم جايب لي ستسة لا عرق غليظ واسود محش طاب بمبة تلك منت لا عرفت ستسة لا سبعة لا ثمنة لا تسعة ما حاجة غليظة بشكل كلمة اللي تقول فيها قضية الحال اللي شريتها هذا حاجة غليظة ما فيش الخبر هذا اللي تحكي فيها ايه فيه ثني وفيه حولي وفيه سدس وفيه هك هذا اللي نعرفه قلنا اسمع يا تبي تتبع رأينا تبع رياتنا نتبع فيه رأيتك مخل يعني هيك يا لجبيرك السود النود ذا رأينا اللي تبع أرقل عقبت الفتيحة بيه
ريت البوابه بتاع الفتيح عرفها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. تفضل. حالك طيب؟ طيب. ريت بوابه الفتيح وانت راقب عند بوابه الفتيح تهلب بوابه الفتيح يجيك على يدك لمين بالضبط؟ واحد داير براريك هناك يبيع في سعي. تسمح فيه؟ نسمح فيه. ايوه. ايوه. اللي عنده السعي هذا عنده حواله بيض صغيريه تقرينات صغار ما زال يلعب على الكسبره. خذ يا ابو يدعس عليه اول حولي من حواله اللي غادي واشري زي ما درتنا بالضبط. خذيت الوشنيات ومشيت زررت مزرعه غادي وذبحنا وعلقنا الحولي لحام ابيض تقول قماش ويطيب على البواخ. كلينا منه وشوينا وسوينا وروحنا باقي اللحم وراه قاعد في الثلاجه عندي. تمام تمام. ايوه. يعني ناخذ صالحه خذ صالحه ردت الريح هز اللي ما عندك ما تقدر توري فيها في البوكس بتاعك. ايوه. وشيلها وزرت بها شر الفتيح عدي للبوابه اللي وريتها لك. خلاص حفظت حفظت البراري. حفظت حفظت. عدي راه عنده حواله رخاص سمح. سلمى الله كبر. سلمى. لا سامحني يا حماس. صالحة. صالحة. سوسو. نعم. نعم. سوسو. عندي لك مفاجأة سوسو عندي لك مفاجأة. هاتي هاتي مكسب. هاتي مكسب. إن شاء الله حنشتغل لك مكسبة كهربائية في القبضية الجاية. شنو المفاجأة؟ أنا مش أنت قلت لي لحم يابس غليظ وأسود ما ينفعش. مطاط. أيوة. حمد دبر عليه برا سمحك. هاي علي انا من حمد ومن دبير. حمد الله يعطيك العافيه يا حمد. انت ما تعرفش منا حمد ومن دبيرة ما تعرفش منا صح. انت اصلا هيك لازم تجي على راسك وبعدين تجي تقول لي انا دبير حمد. باهي 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 يا صالحه يا صالحه. انا اللي بغير لك الجو. هو قال لي خذها هلا ومشافيهم الاسمه الفتايع خالد يشرح حولي. نحن نشرح حولي يا صالحه انا وياك ونذبحوا ونسلخوا وتتقعم زي نكبروا نار وفي حيمات كياي وشويات تحرق شنو؟ حاولي نشرحوا له حبه بالثلاجه. ما قبضت انا قبضت. لا اله الا الله. يا رب ارحمني يا رب. يا هو نص كيلو يمسك فيا اسبوع انا وياه. بعدين انت بتجيب لي حاولي وتضينقطع ويخرب ويفسد. حاولي صغير أنا. حاولي صغير مش حاولي كبير. حاولي صغير كانك انت اصلا ما جيش حتى 6 كيلو على بعضها 4 كيلو 5 كيلو. الله يعطيك العافيه. بعدين ما قبضت. يعطيك دعوة يا حمد. قبضونا اليوم الشركة. بهي وين معاش حكيت اللي في زمان؟ لا هو ميمي عادي عادي نمشي معك وين نمشي؟ عادي بوابة الفتاح في مزرعة قال لي حمد تشيل فيها حوالي اسمع ناخذ حولي من غير ما نقول ناوية تمام؟ لا عادي نمشوا بس يعني هو عندي شرطك بسيط. خيط لك؟ جميلة صح؟ أنت على المحكمة. عارف هو ماهيش نبي بس هو شنو الشرط بتاعي يعني مش في محل بتاع مواد تجميل. آه عارفة؟ طب يا هي بنتك وعيل ما تهربيش 20 جنيه 20 20 متوقع كيف مش بعدين الفلوس قدام الدكان لا لا تدفعين أنت قدام الدكان يقولوا هي اللي بفلوس سيلة فلوسينات ما تدفعنا تهربيش 20 جنيه تمام؟ تمام هيك هيك كان في فيه هاي وكيل روح بس يمشي السيارة هاي هاي بس يروح في السيارة. الله يرحم أمي زمان كانت أسواق بس. الله يرحمها أمك مش نحن جيل الذهبي. ونحن الجيل الفضي. هاي جيل الفضي يا يشوف جيل نحاس واجب كله معليش شوي 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 تبيلة هذا كله بشي قد كويس. آه لا لا يعني مش هذا كله يعني تقدر تقول هذين نلقيهن يعني دسن فأنت مدام عندنا فلوس. خلاص حق 20 يا عيف عيف والله عيف ان انا صوت ما تخليش الناس يلفوا فينا. احنا راح عيب لا راح ورانا حولي. ايه مش قلت لك 20 جنيه 20 جنيه خلاص تاخذي خلاص بيت بحكي فيها شو لا لا عرفتها بالك ما تفهم تنفعش لا لا تنفع 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 عرفتها بيه شنو تو هذه شنو هذه هاني يدروا فيها هاني ها
وانا صالح انا باش نقد الوان. وي 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 هي وحده هي وحده ما نبش نطرنا. وين تاع الرجاله؟ اه انت ما نبش لا ما نبش تمام ما عندي شغل بحوش بس. قلت لك اش الاخبار؟ ما فيش اي حاجه جديده؟ في رجال تشكيل تدور. لا لا تشكيل جديده. هذا بكام هذا؟ هذا 170. حمد دان احنا تعرف حمد؟ لا والله. الله يخرب بيتك يا حمد دبايره. الله يلعن شكلك حمد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يخرب بيتك يا صالح. الله يخرب بيتك. ارحى باش تدور انت باش تدور بس. وين من جاك يا صالح؟ انت درسيت من كيشو. معقولة؟ بشوية بشوية قرب خربك واجهة حتى المكياج مع السلم. معقولة يا صالحة؟ معقولة يا صالحة؟ عرفتني راقد ريح مقرب حصلت الفلوس وخطني في لحم لما جيك يقول لك شنو الغداء؟ بطاطا على زيت كوسة على زيت نشري لحم تحط لي في مكياج يعني شو بيدير لك المكياج؟ تو هذا بكم تو هذا بكم؟ هذا مش سمع هو هذا بقي يرد شدير هذا؟ كويس هذا عارفه كويس يدير الوجه شي يخليك شي يخلي خلقتك شوار يعني حتى كان ضربتني قد الزرقاء نغطوها بهذا هذه سهلة انت مرايفة على هالك في بغازي لا لا مش لا. مرايفة عليهم لا. نحطك في جنسية ونشرك لهالك حجانا ما عادش تجيني انا اياك لا والله 220 جنيه 220 جنيه في مكياج يا صالح مرة صارت في 60 سنة يعني اول مرة في حياتك تعطيني خلاص ولا انا كان نسيت نشعلك صواب في اذنك اللي انشمع لكن الله غالب قطري في لحمي حمد قال لي اشتري والله قال لك الله 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 يقطع دبايرك يا حمد وخلاص الله يقطع دبايرك كله منك قلت لك كانك بخاتي سواك ومش تقطع كمل خاص الدنيا غليات ما نستعملش فيهن يا ميمي حسبي الله ونعم الوكيل لكن قسما بالله نجيب الحولي نسلف الفلوس وانت طيب جرى باش نجرب فيها ما نبيش نجرب في مكان خلا نبي عائله حداي عرفتي كيف عائله فلي تظلمت علينا نحن ندوروا حتى العائله تروح كنا ها حوليك ماري احسن بدري شايلت الريح يا غالي يا ده علي يا بختك يا طال على اسود يا بختك يا ضيع سعادك اي والله واو علي انا حولي يا حولي الله يكبر عليك يا حمد لا تفيد دباير لا تنفع لا تفيد دباير لا تفيد دباير والمكتوب علينا ساير ما تفيد
الدباير ما تفيد دباير والمكتوب علينا ساير واللي مكتوب اللي مكتوب اللي مكتوب يا دنيا ساير لا تنفع لا تفيد دباير ما حال يدوم يا دنيا لازم من يوم لازم من يوم ما حال يدوم يا دنيا لازم من يوم لازم من يوم يخف فيها الله الحق وينصر فيه اللي مظلوم يخف فيها الله الحق وينصر فيه اللي مظلوم واللي مكتوب واللي مكتوب اللي مكتوب يا دنيا ساير لا تنفع لا تفيد دباير ما ديماهك ساعة وتفك ساعتك فرج بنكي والله بك ما ديماهك ساعة دباير.